كنتمنوا فريق اتحاد طنجة ان شاء الله يصعد النقاط، وكنتمنوا العوده ديال الكره المدرجات لان هي اللي كتاسس المدرجات، وما نساوش التضحيه ديالها مع الفريق بالغالي والنافس وفي السراء والضراء. بداية من 2007 ضحات، ولكن كنشوفوا اليوم المدرجات ديال الألتراس خاويين ما عرفناش علاش. كنتمناو هذه المشاكل هذه تحل والجمهور يعود للمدرجات، والتوفيق لاتحاد طنجة ان شاء الله في 3 نقط. اليوم جينا حوالي لاتريس بورتوس وما كرهناش الغاليه اليوم، تفرحنا باش رجعوا ثقه الجمهور، ما كرهناش الجمهور يرجع كيف ما كان. كيفنا شفنا هذه دابا العام اللي فات والعام اللي فات بدا كيتناقش فيها شويه، ولكن كنتمنى الجمهور سبد هيك الغاليه ديالو دائما بلاكيا زون لي امور ديامون. السلام عليكم، حنا جينا نتفرجوا على اتحاد طنجة مع الرجاء. النتيجه اللي كنقولوا لها تكون 2-0 لاتحاد طنجة، كنتمنى النتيجه تتحقق وتكون هذه هي البدايه ديال اتحاد طنجة ان شاء الله. 3 بوان ان شاء الله، 3 بوان ان شاء الله. ما شاء الله 2-0 تحيه 3-0 ما كنظنش بان اليوم الاتحاد غادي تغلب، ان الرجاء قويه عليها. هكا نطلب عليكم ان شاء الله المقابله تكون مساوى ان شاء الله. كنتمنى اتحاد طنجه 3-0 ان شاء الله يا ربي، واخا معنا شي كيف كنقولوا حقا تيقى في كيفو ديالنا، وديما اتحاد طنجه وبيبا هيركوز. الله يرجع الفارق ما كنصابش شي 2-0 نبقاو عقده كازا كما العام اللي فات بالصح. ان شاء الله بيكون الخير في النتيجه ايجابيه ان شاء الله، وحنا عاملين الثقه في مدرب ديالنا جديد ان شاء الله ما يكون الخير. واخا بارديدو اللي فات كان شويه مهم مع جديده، واخا ان شاء الله يكون خير في البطوله ان شاء الله الوطني. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله يغلبوا 3-0 التيحه ديما التيحه في القرنطانه شحال انا وكلهم الدراري في المساواة كلشي وهذاك ان شاء الله. ان شاء الله اليوم في التيحه اي 2-0 نتمناو التيحه ان شاء الله الاول. انا ولد كازا كنشجع الوداد وباغي التيحه اليوم تغلب.
لفريق طنجة المدافع الذي عمر فترة طويلة في فريق الرجاء والآن يلعب ضده، وهذا احتراف بكل تأكيد اللي هو اسماعيل بن معلم. هذه كرة على جهة اليسار يحاول بها، يحاول فرصة للفريق الطنجاوي، عرضية الكرة داخل منطقة الجزاء ومواجهة الحارس، والحكم يقول فاول على المهاجم، فاول على مهاجم طنجة. اللاعب رقم 17 اللي هو طبعا المهدي النغمي سجل هدفين في الدوري، وفريق اتحاد طنجة سجل 5 أهداف، كما قلنا 3 أهداف بفريق نهضة بركان أو بركان. هذه الكرة الخطيرة لفريق الرجاء، والعرضية هي المدرب الرائع اللي عامل يعني عمل رائع جدا مع فريق الوداد، ايضا الوداد ومسيرته الافريقيه متواصله، وهذه هجمه لاتحاد طنجه خطيره والعرضيه، ولكن جواب يمين دافع ممتاز، وركله حره لفريق اتحاد طنجه الساعي للتعادل. هذه كره عاليه خطيره لعبها على طريقه طبعا الاسقاط للاعب القادم من الخلف، يريد ان يتعادل، بوغت بهذا الهدف لانه اللاعب عبد الرحيم الشاكر كان ذكي جدا، اذكى من الدفاع اتحاد طنجه. ترتد الكره، ولكن حديثا يتم بين البحيري والحفيظي، وركلة حرة على المرمى قوية. يا سلام على الكرة الثابتة عندما تكون في المكان الصحيح والحارس عندما يتصدى لها. لأنه الأول والثاني في البطولة المغربية يتأهلوا إلى دوري أبطال إفريقيا، الثالث يذهب إلى كأس الكونفدرالية كما حصل، ويعني لم تنصف الفريق، لكن عليهم أن يتعاملوا معها كذا. هذه محاولة حلوة الثانية، رجاء الثاني كرة مرتدة لكن أبعدها. اللاعب اللي قلنا طبعا انتقل من الرجاء إلى اتحاد طنجة محمد البولديني، قد نشاهده بالشوط الثاني. هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وخطيرة، والتعادل أسامة الغريب تقدم فيها أحمد حمودان، أحمد وفشل بدر بانون هو اللي حول طبعا أكثر في إبعاد الكرة، تحولت عرضية من حمودان إلى صاحب الهدف المهدي وعلى نغم جماهير اتحاد طنجة وهدافها، وبنائها بفريقه يتمكن اتحاد طنجة من إدراك التعادل. رغم بعض اللاعب بدر بانون اللي ترك اللاعب، يمكن هذا هو كما قلنا الخطأ الأول لدفاع الرجاء البيضاوي الذي كان يقوم بعمله على أكمل وجه. 1-1 اتحاد طنجة يتعادل، وحتى الكرة لمست جواد اليمين وأكملت طريقها داخل الشباك. هذا بدل عندما ترك حمودان، وكيف حولها حمودان إلى صاحب الهدف اللي هو المهدي النغمي. تعادل اتحاد طنجة الهدف بعد عدد من أجهزة الفيديو، لأن أخطاء حكام كرة القدم أحيانا تكون
قاسية ومؤثرة. حكام الفيديو شيء أصبح مطبقا في الكثير من الدول الأوروبية وبما يصبح مطبقا في الدول الأوروبية. المهدي لا والله لا لاعب تلقاها مهدي ولعبها الى كومباوري يعسير كومباوري يسدد ولكن انس السديدي يتمكن من ابعاد الكره تحول في المباراه ربما لصالح الفريق البنجاوي. ما هذه الكره مش معقول يا طنجه مش معقول يا فارس الكومار. هذه الجماهير السعيده المباراه وكانها تسير لصالح الفريقين. دخل منطقه الجزاء انس السديدي ردود فعل ممتازة ودائما يتحرك بالمكان الصحيح. ترتد الكرة ملعوبة خطيرة خطيرة على الحبيب يلعبها داخل منطقة الجزاء. يا رجاء معقولة. محمود بن حليف تلقاها رائعة من الحبيب مباراة جميلة. يعني حقيقة أداء المشاهد هذا اليوم أحيانا نشاهد مباريات في الليغا أحيانا نشاهد مباريات في البوندسليغا يقدم الفريقان هذا اليوم احلى بكثير من المباريات الاوروبيه بكمان. نعمان اعراب هو اللاعب البديل. نعمان اعراب اخر اوراق المدرب بادو الزاكي. ركنيه لم تستغل لتبدا المرتده لفريق الرجاء وكره خطيره كسب ملعب لعب على اليمين خطيره لفريق الرجاء والعرضيه وكره كان في تسلل. إعادة توضح أنه بالفعل كان في تسلل وربما احتسب التسلل. نتيجة سيئة وبالفعل هو تعادل. رضوان جيد يطلق صافرته وينهي هذا اللقاء المثير جدا.